صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول بفناء النار؟ يا أخوان اتركوا التنقيب عن هالمسائل والشوال، اتركوها، ما يكفيكم من شيخ الإسلام مقاماته العظيمة ونصرته للحق ودفاعه للباطل وتجديده لهذا الدين، تنقبون عن أشياء الله أعلم بها، اتركوها. نعم.